أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى آخر أخبار الصحف المحلية والعربية والعالمية من طبعة اليوم. نبدأ جولتنا في الصحف المحلية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، وبداية الجولة في الصحف المحلية من جريدة الصباح الرسمية، ونطالع أبرز ما تناولته من عناوين لهذا اليوم. 63 تريليون دينار سيولة مطمئنة نصفها في المصارف، أبرزها العجز المالي. البرلمان ينهي قراءة 5 قوانين، والقانونية النيابية الخلافات بشأن المحكمة الاتحادية طفيفة، قاتل عمر فاضل أحيل على القضاء، والقبض على أخطر شبكة تزوير للعملة في بغداد. مشاهدينا من جريدة الصباح، ننتقل إلى جريدة الدستور ونطالع أبرز ما نشرته لهذا اليوم. قانون تمويل العجز المالي جاهز للتصويت، زيادة المنح المجانية الطبية بالجامعات والكليات الأهلية وتخفيض الأجور. عنوان آخر، 3 مقترحات للبنك الدولي للنهوض بالتعليم في العراق في ظل كورونا. مشاهدينا وإلى الزمان ونطالع أبرز ما نشرته لهذا اليوم. الكاظمي لن نتهاون مع أي مقصر يتجاوز الأوامر ويستخدم السلاح ضد المتظاهرين. النفط يكشف عن استراتيجية لتسريع استثمار الغاز المصاحب في الحقول. كورونا، انخفاض الوفيات وتسجيل 2660 حالة شفاء جديدة. وإلى الصباح الجديد ونقرأ أبرز ما عنونته في صفحتها الأولى لهذا اليوم. قوات الأمن والاستخبارات تضبط مطبعة نقود مزيفة، وزارة التعليم العالي تهاجم إقرار قانون أسس تعادل الشهادات. العراق، الطاقة التكريرية تنتج نصف الكمية التي يحتاجها السوق من المشتقات. وآخر الصحف المحلية صحيفة الحقيقة، ونطالع أبرز ما نشرته. المسيحيون العراقيون يشكرون الكاظمي على موقفه بالمحافظة على ثانوية العقيدة المسيحية. الخدمات النيابية، شح التخصيصات لتنمية الأقاليم لا يشمل ميناء الفاو والقطار المعلق. مشاهدينا وإلى فقرة مقالات، ومن صحيفة الصباح نطالع مقال تحت عنوان وعي وعي لكاتبه علاء هادي الحطاب ومما جاء فيه. كثيرا ما نقرأ هذه الأيام عبارة هاشتاج الوعي قائد أو مفردات أخرى مرتبطة مع مفردة الوعي. وللوهلة الأولى هذا أمر جيد أن نفكر ونبحث في هكذا مفردات بديلا عن مفردات البدع والخرافات وبعض الأعراف والتقاليد السلبية التي لا تستند إلى منطق الحكمة. لكن البحث الأهم هنا كم فهمنا الوعي بمفهومه الإدراكي، وأقصد هنا الوعي المعياري الأخلاقي الذي يجعلنا نصدر أحكاما قيمية على الأشياء والسلوكات فنرفضها أو نقبلها بناء على قناعات أخلاقية من خلال شعورنا بالمسؤولية تجاه أنفسنا والآخرين. مشاهدينا وللحديث أكثر عن أبرز ما تناولته الصحف المحلية، ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف دكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. أهلا ومرحبا بك في طبعة اليوم. أهلا ومرحبا، أهلا بك. أهلا بك. يعني بداية، بعد القراءة الثانية لقانون الاقتراض، كيف تابعتم النتائج؟ وهل شبح الاقتراض برأيك سيبقى يطارد الرواتب؟ يعني أنا أعتقد يعني من خلال هذه القراءة هنالك إشكالية ما بين مجلس النواب ومجلس الوزراء. مجلس النواب يطالب يعني حقيقة بالتحديد وزير المالية بتقديم
واضح لطبيعة الموارد التي دخلت إلى خزينة الدولة، وهنالك سؤال يثار من خلال الاستجواب الذي يعني حقيقة الورقة التي أرسلت يوم أمس من قبل المعنيين. وهذا يعني هذا الموضوع الاستفهام كان ضرورة أن يكون هنالك أرسال الحسابات الختامية للسنوات السابقة والسنوات الحالية، موضوعات أخرى متمثلة في طبيعة الواردات التي دخلت إلى خزينة الدولة من غير النفطية، سواء كان الضرائب والجمارك والرسوم. إضافة إلى كل هذا كان هناك استفهام مقبل بالسنوة طبيعة استرداد الأموال المنهوبة، إضافة إلى موضوع الحقيقة معرفة الأموال من واردات العملة بالنسبة إلى الدولار الذي يصرف عبر بوابات كثيرة. كل هذه حقيقة كانت جملة من طبيعة الحاجة الفعلية التي تقدر بحوالي ما يقارب من 10 إلى 12. ذلك جزء أساسي موضوع إلزام الحكومة العراقية بصرف أموال موظفي الكهرباء، يعني عقود وأجور هؤلاء مواطنين تم عقد بينهم وبين الدولة بفعل تقاهرات. هذه كلها كانت استفهامات من قبل المجلس النواب إلى وزير المالية، ويبدو أن السيد وزير المالية غير مهيئ في موضوع الإجابة على مثل هذه التساؤلات في وقت تطرح وكأن الموضوع مو قضية إنسانية واستحقاق ما بين الموظف والدولة، والدولة العراقية ملزمة بدفع هذه الرواتب، لكن محاولة إيجاد التبريرات من قبل السيد وزير المالية أو جهات أخرى كانت واضحة في هذا. كنا نتمنى أن نجد وزير المالية حاضرا يوم أمس وفي جعبته كل الأوراق التي تثار للتساؤلات حتى يتم إعادة الإشكال في لحظة قبل غيرها، لأنه نتحدث عن حقوق مواطنة. طيب دكتور عصام، يعني فيما يخص الانتخابات، هل تعتقد أنها ستجري بوقتها المحدد، يعني مع كثرة التحديات وأولها العجز المالي الذي نعيشه اليوم؟ يعني أنا أعتقد الحديث عن إجراء الانتخابات في وقتها هذا يعتبر ضربا من ضروب الخيال، محكومة بعامل. أولا يجب أن يكون هنالك 27,500,000 ناخب قد تم تهيئة الكوادر الفنية من المفوضية لإخراج بطاقات البايومترية لهم، هذه أولا. ثانيا العجز المالي الموجود، أنا أعتقد الآن هم تم تسريح موظفي المفوضية كثيرين منهم حقيقة، وعلم أن هناك خدمة، وهذا بحد ذاته يوجد تحديات. إضافة التحدي الثالث هو قناعة المواطن بالعملية السياسية اليوم أمام هذا الظروف، يعني حقيقة الذي أصيب إحباط المواطن به ربما يضاف عامل ثالث لتأجيل إجراء الانتخابات، أو دعيني أقول على الأقل في عام كامل إذا لم يكن أكثر من عام. نعم، ومن التحديات أيضا التي تواجه الانتخابات يعني قضية المحكمة الاتحادية، برأيك هل سيتم إيجاد حلول لقانون المحكمة الاتحادية؟ يعني أنا أعتقد الخلل هنا يكمن في طبيعة المشرع العراقي. كثير من الأمور هي يعني حقيقة حينما وضعت سواء كان بالدستور أو في قانون إدارة الدولة كانت دائما يتم ترحيلها إلى أيام يعني أو سنوات قادمة، وبالتالي هذا الموضوع إلى الآن لا يوجد تحرك. يعني دائما تعودنا نعتمد على معالجات اللحظة الأخيرة في التشريعات القانونية في المعالجات الأخرى، لذلك هذا الموضوع اليوم زاد تعقيدا. يعني السنوات كان وضع بعض الحلول، ولكن إلى الآن يبدو أن ليس هنالك في الأفق حل لمعالجة هذه المشكلة. تعد أهم مرتكزات المعالجة في موضوع يعني ليس فقط على يعني فكرة المحكمة الاتحادية، بعض الناس يتصور هي معنية فقط في موضوع انتخابات، لا، هناك قضايا مصيرية في التنازع ما بين الأقاليم والمركز، في قضايا عامة مهمة تخص أمن الدولة، تخص الحفاظ على هيبة الدولة، أمور كثيرة، النزاع ما بين الرئاسات، هذه كلها واجب المحكمة الاتحادية العليا. نعم دكتور، على الصعيد الخارجي برأيك هل الاستراتيجية العراقية ستتبدل مع تغير إدارة البيت الأبيض؟ والله حقيقة يعني عذرا لصراحتي، أنا أعتقد إحنا للأسف ما نعرف شيء اسمه استراتيجية، لا في السياسة الخارجية ولا في السياسة الداخلية. إحنا ننتظر أنصاف الحلول التي تأتي من الخارج لكي تكون دستور لنا في عملنا السياسي، وليس على استعداد أن نقدم
حلول وطنية عراقية تفضل فيها المصلحة الوطنية على المزاج السياسي وعلى العقائد الأيديولوجية. لذلك أقول في هذا الإطار السياسة الأمريكية تجاه العراق هي ثابتة، لأنها تريد أن تعرف العراق، هل العراق من قريب للمحور الأمريكي أم قريب إلى المحور المزاجي أو المحور الإقليمي. وفي ذلك أنا أعتقد لأن دائما انظر إلى ما يأتي شخصية معينة، كم شخصية تستقبلك وشخصيات غير معنية بالموضوع. كل رؤساء الكتل يجب أن يستقبلوا، الرئاسات الثلاثة يستقبلوا، يعني حقيقة زعماء الأحزاب، أحيانا نجد حتى قسم من يمتلك ذراع مسلح يصيبه السام لأنه لم يذهب هذا المسؤول لزيارتي. لذلك أقول هذا الموضوع نتحدث يجب أن يعيد النظر الحكومات التي تتفق القوى السياسية أن تكون هنالك مركزية في رسم علاقات العراق الخارجية، وأن توضع أولى الأولويات حاجة العراق في طبيعة هذه العلاقة، وكيف من الممكن أن تستثمر بطريقة تعيد إلى الأذهان بأن العراق هو أيقونة الشرق في علاقاته الخارجية والجميع يحتذي به. نعم. دكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا لانضمامك معنا. وإلى أخبار الصحف العربية والعالمية، نبدأ جولتنا في الصحف العربية والعالمية من صحيفة الأهرام المصرية، ومنها الرئيس السيسي أول زعيم عربي يهنئ جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة. قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول زعيم عربي يهنئ الرئيس الديمقراطي المنتخب جون بايدن برئاسة الولايات المتحدة. ونقلت القناة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد تطلع مصر في هذه المناسبة للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية. مشاهدينا، وإلى الدستور الأردنية، وقد نشرت كورونا عالميا حصيلة المصابين تتجاوز 49 مليون والمتعافون يتجاوزون 35 مليون. تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم حاجز 49 مليون، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس حول العالم حاجز 35 مليون شخص. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات ب 9,926,637 إصابة، تليها الهند ب 8,411,724. مشاهدينا، ومن الاتحاد الإماراتية نقرأ عون يهنئ بايدن ويعبر عن أمله في علاقات متوازنة خلال عهده. قدم الرئيس اللبناني ميشيل عون التهنئة لجو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية أمس السبت، وعبر عون في تغريدة على تويتر عن أمله في عودة التوازن في العلاقات اللبنانية الأمريكية في عهد الرئيس الجديد. ونشرت صحيفة القبس الكويتية تعلن لبنان ضمن 16 بلدا مهددا بالجوع الحاد. صفارة انذار معبرة قوية وخطيرة أطلقتها الأمم المتحدة على حاجة لبنان المنهار معيشيا وماليا وصحيا وتربويا إلى حكومة إنقاذية اليوم قبل الغد. فقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير من وجود 16 بلدا مهددا بشدة جراء زيادة مستويات الجوع الحاد من بينها لبنان. مشاهدينا، وإلى الصحافة العالمية، وفيها من صحيفة الاندبندنت نطالع رئيس المجلس الأوروبي يهنئ بايدن وهاريس لفوزهما بالانتخابات.
هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بعد فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال ميشيل خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء أمس السبت: ألف مبروك لجو بايدن وهاريس، الاتحاد الأوروبي جاهز للمشاركة بصورة قوية عبر الأطلسي. أما صحيفة واشنطن بوست ومنها: أوباما يصرح بايدن يواجه تحديات استثنائية لم يسبق أن عرفها رئيس جديد. أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن سعادته بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بالانتخابات الأمريكية. وقال خلال تغريدة له عبر تويتر: نحن محظوظون لأن جو حصل على ما يلزم ليكون رئيسا، لأنه عندما يدخل البيت الأبيض في كانون الثاني المقبل سيواجه سلسلة من التحديات الاستثنائية التي لم يسبق أن عرفها أي رئيس جديد على الإطلاق. ومن الصحف العالمية أيضا صحيفة ديلي ميل ومنها: وزير الخارجية الألماني يصرح نتطلع للعمل مع الحكومة الأمريكية الجديدة. هنأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بعد فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال ماس خلال تغريدة له عبر تويتر مساء أمس السبت: من الجيد أن هناك أرقاما واضحة أخيرا، نحن نتطلع إلى العمل مع الحكومة الأمريكية القادمة ونريد أن نستثمر في تعاوننا من أجل بداية جديدة عبر الأطلسي. والختام في العالمية من صحيفة ذا تلغراف ومنها: جونسون يهنئ بايدن بعد فوزه بالانتخابات ويغرد أتطلع للعمل معه بشكل وثيق. هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بعد فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال جونسون خلال تغريدة له عبر تويتر: تهانينا لجو بايدن لفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية ولكاميلا هاريس لإنجازها التاريخي. الولايات المتحدة أهم حليف لنا، وأتطلع للعمل بشكل وثيق بشأن أولوياتنا المشتركة من تغيير المناخ وحتى التجارة والأمن. أبرز ما تناولته الصحف في الشأن الاقتصادي، والبداية مع صحيفة القبس ونقرأ فيها: 100 مليار دولار احتياجات التمويل الخارجي في المنطقة. توقع معهد التمويل الدولي بلوغ احتياجات التمويل الخارجي العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 100 مليار دولار في عام 2021، مدفوعة إلى حد كبير من دول الخليج، مشيرا إلى أن الطلب القوي على الأصول العالية الجودة من المنطقة سيبقى مرتفعا خلال السنوات القليلة المقبلة، نظرا للاحتياطات المالية الكبيرة وصناديق الثروة السيادية، خصوصا الإماراتية والقطرية والكويتية والسعودية. وأيضا في الشأن الاقتصادي ومن الصحيفة الاقتصادية نطالع: شيخوخة المجتمع تفاقم الضغوط الاقتصادية على اليابان. يحتل الاقتصاد الياباني المرتبة الثالثة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ولا يسبقه في ذلك إلا اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لكن عديدا من خبراء الاقتصاد الدولي يساورهم الشك في قدرة اليابان على مواصلة الحفاظ على تلك المكانة في العقود المقبلة. فتقلص عدد السكان والشيخوخة المتنامية في المجتمع سيعنيان عددا أقل من العمال، ما يؤدي إلى انخفاض النمو والإنتاجية. وعلى صفحة العلوم والتكنولوجيا نقرأ من صحيفة اليوم السابع: كيف تعمل ميزة إرسال الأموال الجديدة على واتساب؟ بفضل الوباء المستمر
تحول معظم الناس إلى طرق الدفع غير النقدية وبدأوا في استخدام الخدمات القائمة الرقمية المختلفة. وأضاف فيسبوك أيضاً ميزة الدفع عبر واتساب ليتيح لمستخدمي إرسال الأموال أو تلقيها مباشرة داخل التطبيق. لكن من المهم الإشارة إلى أن مدفوعات واتساب تقدم فقط تحويل الأموال من نظير إلى نظير ولا تأتي مع ميزات أخرى. مشاهدينا، وأيضا على صفحة العلوم والتكنولوجيا في صحيفة النهار نطالع: علماء يكتشفون كوكب الجحيم، السماء تمطر صخورا. اكتشف علماء كوكبا جديدا غريبا، حيث تمطر السماء صخورا وتتكون المحيطات من حمم بركانية وفق ما ذكرت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية. وعلى هذا الكوكب الحار الحارق الذي أطلق عليه كوكب الجحيم ويبعد عن الأرض مئات السنين الضوئية، تتكون المحيطات من حمم منصهرة وتصل الرياح إلى سرعات تفوق سرعة الصوت، ويتكون المطر من الصخور، ويعد واحدا من أكثر الكواكب تطرفا. وعلى الصفحة الصحية ومن صحيفة الراي الكويتية نطالع على صفحتها الصحية: سوق لقاحات كورونا تقدر قيمته بعشرة مليارات دولار سنويا. توقع محللون أن تصل قيمة سوق لقاحات كورونا المستقبلية أكثر من 10 مليارات دولار سنويا، مما سيولد عائدات وفيرة لشركات الأدوية التي مولت أجزاء كبيرة من أبحاثها بأموال حكومية. تفترض حسابات المحللين في أن الناس سيكونون بحاجة لأخذ جرعة لقاح الفيروس التاج الجديد كل عام، تماما مثل لقاح الإنفلونزا، بما يرجح أن تصل التكاليف المتوقعة لنحو 20 دولار للجرعة الواحدة. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن أبرز ما تناولته الصحف في الشأن الصحي، ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف دكتور عباس الحسيني، مدير مستشفى الزهراء عليها السلام. أهلا ومرحبا بك دكتور عباس في طبعات اليوم. صباح الخير عليكم وعلى جميع مشاهدي فضائيتكم الكريمة، صباح الخير على جميع العراقيين. تحية لك. يعني بداية، على صعيد الموقف الوبائي، هل هناك أي مستجدات؟ أولا نتمنى حقيقة الصحة والسلامة لجميع الشعب العراقي وللعالم أجمع. اليوم حقيقة تغذت الأعداد اللي صعودا ونزولا بالنتيجة، يعني حقيقة تغير بالأجواء، دخول فصل الشتاء علينا يعطي فد إنذار حقيقة وتوجه لأخذ الحيطة والحذر، وخاصة بدأت موجة ثانية في دول الجوار ودول أوروبا وما تعرضت له دول أوروبا، بالإضافة إلى يعني ظهور كثير من التقارير، ظهور موجة جديدة من فيروس نوع جديد آخر. هذا كله يعطي للجهات الصحية والجهات الرقابية والحكومية التوجه باتخاذ الحيطة والحذر واخذ الاحتياطات الصحية اللازمة والاحتياطات حقيقة يعني الأمنية اللازمة أيضا، لمنع مثلا دخول لا سمح الله أشخاص مصابين من خارج العراق، أو تحول المرض من جائحة متوسطة إلى جائحة شديدة، أو دخول العراق الموجة الثانية. وما زلنا العراق حقيقة بتذبذب الموجة الأولى، ونتيجة حقيقة قلة عدد المسحات اللي موجودة. وأيضا المفرح في الوضع العراقي هو ارتفاع عدد حالات الشفاء اللي العراق حقيقة يتضاهى في هذا الرقم، نتيجة الجهود الجبارة اللي دار الصحة وداد الرصافة، وصل نسبة الشفاء عندها بمعدل 90% تقريبا، وقليلة من الحالات اللي دخلت حقيقة بعنايات المركزة، وأكثرها يعني تماثل للشفاء والحمد لله. نعم. دكتور عباس، يعني كما تعلم هناك حديث يجري بخصوص اللقاحات، وآخرها ما صدر عن اللجنة العليا بشأن توفير الأموال اللازمة له. في البدء، هل تعتقد أن اللقاحات التي يتم الحديث عنها أثبتت فعاليتها علميا؟
طبعا العراق كان كلش حريص على دخول منظمة الصحة العالمية والتجمع العالمي للقاح ضد فيروس كورونا، وكان هو من الأوائل اللي حجز يعني رحلة اللقاح ضد فيروس كورونا، حرصا منا على حقيقة على شعبه وعلى أهله. اليوم ما زالت لحد الآن فرصة أن اللقاح بفعاليته ما زالت لم تظهر في الساحة، وما زالت في مرحلة التجارب السريرية، وما دخل باستخدامه على مستوى واسع للشعوب التي تعرضت للإصابة، ولما شاهدناه حقيقة من تجارب في الصين وروسيا وكثير من الدول وبريطانيا ما زال لحد الآن ما آتت أكلها، ونزل اللقاح إلى يعني إعمام إلى الشعوب. واللقاح بفعاليته ما زال لحد الآن إحنا نقول يعني أملنا الوحيد بتجنب الجائحة هو ارتداء الكمامة والتباعد المكاني وتجنب الازدحامات. أما مسألة ظهور اللقاح بالساحة فممكن قد يكون اللقاح له يعني تأثير موسمي، قد يكون له 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، لكن في كل الأحوال ما زال اللقاح يعني في عالم غير واضح وعالم مجهول. طيب دكتور، في حال إعطاء اللقاح هل تتوقع أن يكون بشكل دائمي أم سيكون موسمي يعني كلقاح الإنفلونزا المعروف؟ نعم طبعا على الأغلب وراح يكون موسمي لموسم واحد أو لنصف موسمي، لأنه الفيروس كورونا هسه احنا شاهدناه انطلاقته من الشهر العاشر في منتصف في 2019، وإحنا دخلنا السنة الأولى إليه تغير يعني لأكثر من مرة ويعطي أكثر من اتجاه، فما أعتقد بإمكان حقيقة السيطرة على الفيروس والتسلسل الجيني مالته وإنتاج لقاح قد يكون لقاح طول العمر. ويعني مسيرة فيروس كورونا خلال هذه الأعوام تعطي فكرة أنه هذا من الصعب جدا أنه السيطرة عليه من خلال اللقاح، والعلاج الأنجع والأمثل هو مسألة التباعد وارتداء الكمامات وتجنب الفيروس ومنع الانتقال الأفقي من شخص لآخر أو من مدينة لأخرى أو من دولة لأخرى اللي تطيل فرصة لهذا اللقاح من يعني التلاطح وإنتاج يعني سلالات جديدة ويعني أشكال نمطية جديدة. نعم. دكتور، مع إقبال فصل الشتاء علينا هل ترى أنه يحتاج إلى مزيد من الالتزام، وهل لديكم تخوف من ارتفاع عدد الإصابات؟ نعم طبعا احنا اليوم من خلال يعني فضائيتكم الكريمه ننصح الشعب العراقي اولا الرياضه جزء مهم في حياه الانسان اللي تجدد الدوره الدمويه وتنشطها وتخلي الانسان حقيقه بطاقه جيده، زائدا الاكل الصحي الجيد اللي يرفع من مناعه الانسان ايضا هذا جزء ايجابي وممتاز. اليوم احنا تناول الفواكه اللي هي اللي تحتوي على الفيتامين سي اللي هي البرتقال واللالنجي والموز والكيوي والفواكه يعني الخضراء والصفراء والخضراوات الخضراء اللي هي الفلفل والخيار والكرفس والرشاد، وهذه الخضراوات كلها تحتوي على الفيتامين سي والفيتامين المركب تضيف الطاقه للانسان حقيقه. اليوم نعمل على رفع مناعه الانسان اللي يعني حتى في سبيل تجاوز مرحله الاصابه. اليوم الانفلونزا احنا كل سنه حقيقه متعودين نلاحظ انه فيروس الانفلونزا يدخل لنا بالشهر العاشر او التعاشر، لحد الان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى انه الفيروس الانفلونزا ما زالت يعني البوادر الدخول مالته ضعيفه والتاثيرات مالته ضعيفه، واحنا اليوم ايضا يعني استفدنا حقيقه من تجربه فيروس كورونا. الناس اخذتها يعني اخذت العقوق يعني اخذت فيتامينز واكلت اكل جيد، وهذا انعكس حقيقه على المناعه الجيده. يعني انا اتوقع راح يعني يكون تاثير هذه الأجواء اللي مرت علينا بالكورونا تأثيرها إيجابي علينا من خلال مناعة الناس وتخوفها وحرصها وتجنبها للازدحامات وارتداء الكمامات. النتيجة راح يكون تأثيرها إيجابي بمنع انتشار فيروس إنفلونزا، وأيضا الدولة حقيقة حريصة كل سنة تجلب لقاح يعني إنفلونزا وتوزع بالشهر 11، وإحنا مقبلين حقيقة على يعني هذا الفيروس حال وصوله راح يتوزع يعني على مستوى الشعب وتوزع للفئات العمريه المخطوره والفئات العمريه الاطفال ايضا اللي 6 أشهر فما فوق، فايضا هذا راح يخفف لنا حقيقه من العبء من فيروس انفلونزا.
طيب دكتور، يعني بالنسبة للكوادر الصحية، هل تعتقد أن الخبرة التي تولدت لديهم في العراق قادرة على مواجهة أي متغيرات للفيروس؟ نعم، طبعا الجيش الأبيض كأطباء ومنتسبين اكتسبوا خبرة خلال هذه الفترة الزمنية اللي هي جائحة كورونا، لأنه إحنا اليوم حقيقة تماس مباشر مع المرضى وبالعلاجات، وكوننا يعني البروتوكول الخاص بينا كعراقيين من خلال الاستفادة حقيقة من بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، والاستفادة أيضا من الخبرة العراقية وما انتجته الخبرة العراقية، وما كان من الدعم أيضا من وزارة الصحة والوزارات الساندة، انتهيت حقيقة مستشفياتنا لا سمح الله للمرحلة القادمة من خلال توفير أجهزة الإنعاش والأدوية الساندة، وكل هاي المستلزمات اللي وفرتها وزارة الصحة هي مجانا من أجل حقيقة توفير أفضل خدمة للمواطن وتخفيف العبء على المواطن من خلال توفير هذه الأدوية والمستلزمات وتهيئة الكوادر. رسالتنا حقيقة للشعب العراقي اليوم إحنا بنطلب تضحيات من الأطباء والمنتسبين وبكل صنوفهم. اليوم إحنا يعني ما نزعل ولا نضوج ولا نتأثر من هذه التضحيات، لو وجدنا أن الشعب العراقي يقيم هذه التضحيات من خلال التزامه حقيقة بتعليماتنا اللي هي ارتداء الكمامة والتباعد المكاني احتراما لهذه الأرواح التي تزهق يعني من الأطباء والمنتسبين، وإحنا تاركين عوائلنا حقيقة ودنعاني ما نعانيه، فنطالب حقيقة الشعب العراقي احترام هذه التضحيات وهذه الجهود، وأيضا نوجه رسالتنا للسادة المسؤولين بدعم المنتسبين في وزارة الصحة بكل أنواع الدعم النفسي والمعنوي والمادي من أجل تهيئة الظروف المناسبة استعدادا للمراحل القادمة لهذا الوباء. دكتور، سؤال أخير فيما يخص المواد اللوجستية، هل باتت مستشفياتنا متكاملة ومهيئة لأي مستجد فيما يخص الجائحة؟ نعم، يعني حقيقة أغلب المستلزمات والأدوية والمستلزمات الطبية أصبحت متهيئة، وأصبحت لدينا يعني القط الأول والبديل الأول والبديل الثاني كلها بنهيئناهن. إحنا بحاجة يعني فقط إنه إنشاء معامل أكسجين سائل في داخل العراق حتى نتجنب يعني أي دواء. اليوم رسالة السيد رئيس الوزراء إنه أي دواء أو مستلزم نحاول إحنا نوفره داخل بلدنا من خلال إنشاء المعامل والمصانع داخل البلد، لأنه الاكتفاء الذاتي هذا جزء جدا مهم حتى يكون هناك اعتماد على جهة خارجية، أو لا سمح الله ممكن تكون نتيجة تأثر بظروف معينة يتوقف استيراد مادة معينة ويكون البلد بحاجة. نعم، دكتور عباس الحسيني مدير مستشفى الزهراء عليها السلام كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وإلى أخبار الثقافة والفنون، نطالع في صحيفة الزمان، الثقافة تتابع الاستعدادات لمهرجان الواسطي. أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم سعي الوزارة إلى أن يكون مهرجان الواسطي بدورته 13 علامة فارقة في الفن العراقي، وتحتضن دائرة الفنون العامة في 22 من تشرين الثاني في 28 عفوا من تشرين الثاني الحالي مهرجان الواسط السنوي بدورته 13، والتي تشمل فنون الرسم والنحت والخزف والكرافيك. وأيضا في أخبار الفنون والثقافة نقرأ في صحيفة المصري اليوم، الاحتفال بمرور 128 سنة على إنشاء المتحف اليوناني بالإسكندرية. ينظم قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار احتفالية خاصة بمناسبة مرور 128 عام على إنشاء المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية، أكبر متحف في الوجه البحري وأكبر متحف متخصص في الحضارة اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ويخضع المتحف اليوناني الروماني لمشروع ترميم وتطوير لافتتاحه رسميا لنهاية الربع الثاني من العام المقبل.
مشاهدينا وإلى الأخبار المنوعة ومن جريدة الرؤية نقرأ: زوجان أمريكيان رزقا بأنثى أولى بعد 14 صبياً. رزق رجل وزوجته من ولاية ميشيغان الأمريكية أخيراً مولودة أنثى أولى بعد 14 صبياً، ونقل الصحيفة ديتروي فري برس المحلية عن الوالد جاي شواندن قوله: الفرحة تغمرنا ونحن متحمسان جداً لفكرة انضمام ماجي جاين إلى عائلتنا. وأضاف شواندن: ماجي أجمل هدية كان يمكن أن نتمناها. وأيضا في الأخبار المنوعة ومن صحيفة اليوم السابع نقرأ: لاعبة كرة طائرة تستخدم مهاراتها للفوز بباقة زهور في حفل زفاف صديقتها. في مشهد مضحك، استخدمت لاعبة كرة طائرة سابقة مهاراتها الرياضية بعد التخرج لالتقاط باقة الزهور في حفل زفاف صديقتها، حيث قفزت أعلى من الفتيات الأخريات. وأشار التقرير أنه عندما ألقت ريسا باقة زهورها خلال حفل الزفاف، قفزت لاعبة كرة الطائرة في جامعة وسترن إلوني فوق رؤوس الضيوف الآخرين لتقتنص باقة الزهور من الآخرين. أبرز ما تناولته الصحف في الشأن الرياضي، ومن صحيفة النهار الرياضية نقرأ: مانشستر يونايتد يستعيد هيبته. استعاد مانشستر يونايتد هيبته المفقودة منذ مطلع الموسم بتحقيقه فوزا مهما على مضيفه أفرتون بنتيجة 1-3 ضمن المرحلة الثامنة من الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب جوديسون بارك. وحقق اليونايتد منذ انطلاق الموسم نتائج مخيبة، إذ اكتفى قبل مباراته الأخيرة بتحقيق انتصارين وتعادل واحد مقابل 3 هزائم، جميعها كانت على أرضه في أولد ترافورد. ومن صحيفة الاتحاد الإماراتية وعلى صفحتها الرياضية نقرأ: غوارديولا قمة السيتي وليفربول مثل الانتخابات الأمريكية. قال الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو لن يكون جاهزا للعودة إلى الفريق خلال مباراته المرتقبة أمام ليفربول في البريمير ليج، وأضاف أنها مباراة مهمة ولكنها مثل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يجب حساب جميع الأصوات فيها، وهناك الكثير من المباريات أمامنا، ومن الجيد دائما أن تخوض أقوى المباريات الممكنة. والآن مع فقرة الكاريكاتير، ولكن بعد هذا الفاصل. هذا كان أبرز ما تناولته الصحف المحلية والعربية والعالمية اليوم. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.